السلام عليكم. ان شاء الله اليوم غيكون ماتش صعيب ما بين المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي ان شاء الله، وان شاء الله هذه ان شاء الله تكون مربوحه من طرف المنتخب المغربي. انا من الناس اللي كانوا مشاو حضروا لي ماتش يعني لي ماتش ديال الدور الاول والماتش ديال البرتغال، يعني كانت اجواء رائعه تماك في قطر، وان شاء الله اليوم حتى يخلينا اجواء رائعه. كاين جمهور غفير تبارك الله في الدوله في مدينه الدوحه، وكنا يعني التقينا يعني المشجع العرب، واي واحد تلاقى معنا كيشوفنا لابسين يعني التوني ديال المنتخب والضربو ديال يعني ديال الدوله المغربيه، كيهنئنا يعني الناس يعني مشجعين من فلسطين، المشجعين من السعوديه، المشجعين من مصر تبارك الله، كل شيء كان وراء يعني المنتخب الوطني المغربي، وان شاء الله اليوم عاوتاني كل شيء غادي يكون وراء المنتخب الوطني المغربي. ومن هنا من يعني من الصحراء تبارك الله المغربيه ان شاء الله كنشجعوا المنتخب الوطني المغربي، ان شاء الله تكون مربوحه وندوزوا للفينال ان شاء الله ونجيبوا الكاس ونربحوا ميسي ونربحوا السال ونربحوا الارجنتين، وكما قالوا السواعده ميسي وينو كسرنا عينو. السلام عليكم. كنهني المنتخب الوطني على حكر النتيجه اللي دار الوصول ديالو غير مسبوق لنصف نهائي كاس العالم، وكنتمنوا لهم التوفيق ومزيدا من النجاح، كنتبقاو على بعد خطوتين من تحقيق الحلم، وتحيه لهم وتحيه للاطار الوطني السي الدراري وجميع هم اللي معاه، وتحيه لهم تحيه خالصه، ويستاهلوا كل خير هذوك الدراري، كنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. المنتخب الوطني هادشي اللي وصل ليه هاد النتيجه ما جاتش من فراغ، ما جاتش من الحظ، راه خدموا عليها وليكيب راهي لي تو نيفو. نتمنى ان يكونوا فيزيكمون ابط اليوم، حيت اللعابه عياو بزاف، راه باش تلعب في لا ديفونس بوندون 5 ماتش راه سي با ايفيدون. نتمنى يكونوا فيزيكمون واعرين ويلعبوا كما لعبوا مع بلجيكا، مع كرواتيا، مع الاسباني، ما نقولش البرتغال في لا دوزيام مي طون، حيت لا بروميير مي طون كانت لا ميور مع البرتغال في لا بروميير مي طون، لا دوزيام ما كناش مزيانين. وراه فرنسا ان شاء الله غنتأهلوا غنربحوها وغندوزوا للفينال، والفينال راه سي لي ديتاي هما اللي غيحكموا. و بون كوراج ليكيب ماروكين اللي شرفات المغرب، شرفات لافريك، شرفات لي بيي امازيغ اي لي بيي عرب. السلام عليكم. نتمنى ان شاء الله المنتخب الوطني المغربي النجاح المقابله هذه اللي راه تيسمون المنتخب الفرنسي باش يكمل في المستوى اللي كل زرين اللي المقابلات اللي زرين ان شاء الله. راه نتمنى التوفيق ديك اللي تكون تشجع الجمهور المغرب والعالم كل شيء، العالم العربي والاسلامي، راه نتمنى التوفيق يظني باش يغليس النهايه اللي كاس هاتي تلا حبوس المغاربه ان شاء الله يحكوا الرين. نتمنى باش تبدل المجهودات نسنا اكثر اكثر ان شاء الله. تنميرتي الجمهور ديال المغاربه ديال اللاعبين كل شيء، ارتدوا ان شاء الله الفوزات اللي كل زرينين، كل المغربي اللي طاتشني المغاربه اللي دارت عزات كره اللي طاتشني اللي الفوز زود كل المقابلات اللي زرين الكؤوس البطولات العالميه البطولات الافريقيه ان شاء الله. تنمير تركم نتشكر بزاف. ان ينصركم الله فلا غالب لكم. هذا هو اول شيء اللي نبدا به بهذا التصريح بمناسبه المقابلة كرة القدم اللي تجري اليوم أسود الأطلس أمام الدياكة الفرنسية أو المنتخب الفرنسي في النصف النهائي لكأس العالم قطر. في حقيقة الأمر احنا والله إلا حاكمنا واحد النوع من ستريس اللي هو خيالي، لأنه مقابلة ما هي سهلة، وفي نفس الوقت احنا ثايقين في المدرب الوطني وليد الركراكي، واللي عندنا الثقه في الله سبحانه وتعالى والثقه في وليد الركراكي على انه اللي يفرحنا ان شاء الله في هذه المقابله اليوم بالتكتيك اللي ينهج في المقابله او التشكيله اللي حدود اللحظه اللي مازال ما عرفوهم متشوقين لها، لانه بالفعل عندنا اصابات في صفوف المنتخب الوطني وما فتنا عرفنا التشكيله. ونتمنى من الله العلي القدير انه ننتصروا على المنتخب الفرنسي اليوم، ولما لا نتلاقاو مع الارجنتين في الفينال ويكون الكاس افريقي ان شاء الله. ومن هذه المناطق الجنوبيه اقليم او جهه العيون الساقيه الحمراء عاصمه الاقاليم الجنوبيه للمملكه المغربيه حفظها الله ورعاها، نتمناو انه عقب الماتش نجو لهي ساحه المشوار نحتفلوا بالنجاح الباهر ان شاء الله للمنتخب الوطني، وشكرا جزيلا.